Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hey للكل وأهلا فيكم على قناتي. أنا صار لي فترة على اليوتيوب، كنت عم نزل فيديوز بالإنجليش بس لأنه أنا عايشة بأمريكا. بعد ما أكتركن على الإنستغرام طلبتوا مني أنه نزل فيديو بالعربي. هذا أول فيديو وما بظن رح يكون آخر فيديو لألي بالعربي. So مثل ما شفتوا بالعنوان رح أستعمل بس منتجات لوريال لهذا اللوك. So إذا حبيتوا بدكم تشوفوا كيف عملت هذا اللوك احضروا الفيديو. So مثل ما شفتوا بالعنوان تحت إنه رح يكون الفيديو كله مستحضرات لوريال. So أنا already مرطبة وشي ومجهزتة للميك اب. رح بلش هلا بالبرايمر. جبت للبرايمر هذا من لوريال اسمه Infallible Glow Lock. هذا المفروض يعطي الوش شوي glow ولمعة و long lasting، بضل طول النهار. أنا بصراحة مني مستعملة هاد من قبل، سو رح نشوف مع بعض إذا منيح أو لا. دايما استعملوا برايمر قبل الفاونديشن، كتير بيعمل difference. يا برايمر يا كريم ترطيب، ما تحطوا الفاونديشن رأسا على وشكم لأنه ما رح يضاين طول النهار وما رح يكون حلو مثل ما بدكم. ما حسيت عطى كتير glow لوشي، بس انه خفيف على الوش وكمان بيرطب شوي. So هلا رح نروح على الفاونديشن. هذا الفاونديشن كتير بحبه وكتير بستعمله بالصيف. ليش بستعمله بالصيف؟ حصل انه فيه واقي شمسي SPF 25 وكتير بيعطي تغطية كاملة للوش. انا دايما بحب الفاونديشن تبعي انه يعطي تغطية كاملة للوش وكتير سهل انه تدمجوه، يعني رأسا فيكم تمدوه على الوش بسهولة. وهلا رح حطه على وشي ورح تشوفوا الفرق. دايما بحب استعمل سبونج لحتى احط الفاونديشن على وشي، وهي كتير منيحة من ريل تكنيك، كتير بحبها. الفاونديشن على وشي، بتمنى تكونوا عم تشوفوا الفرق. كتير بحبه لانه كتير بحبه لهذا الفاونديشن لانه كتير بيخلي الوش تبين طبيعية، كمان بيعطيها glow وما بتحسوا في شي على وشكم، كتير خفيف على الوش. هلأ كونسيلر، كمان جبت هذا Infallible كونسيلر من لوريال. بصراحة هذا ماني مجربته قبل بس سمعت انه كتير عالم بيحبوه، سو رح جربه كمان لكم اذا حبيته ولا لا. بحب يكون الكونسيلر درجتين او ثلاثة افتح من الفاونديشن تبعي مشان يعطي ضوء لوشي، مو كتير افتح بس شوي افتح. رح أدمجه بنفس السبونج من الطرف الثاني. دايما لازم ندمج الفاونديشن مع الكنسيلر. أوكي، كنسيلر is on. هلأ أنا بالعادة بعد ما أحط الكنسيلر رأسا بستعمل الترانسلوسنت باودر، اللوس باودر مثل هاي لحتى ثبت الكنسيلر وما يتحرك كل النهار. بس لوريال ما عندهم ترانسلوسنت باودر فجبت هاي الباودر. ان شاء الله تزبط. اسمها كمان انفيلابل برو مات. بحب دائما اثبت الكونسيلر تبعي بنفس السبونج. هلا صار في باودر على السبونج وراح اكبسه هيك. بالباودر البقيان على السبونج راح اثبت باقي الفاونديشن. للاي براوز جبت هذا الاي براو بنسل. دايما بحب ارسم حواجبي ببنسل، بحسها اسهل واسرع. اسمه براو ستايلست شيب اند فيل، وجبت الكلر دارك براون دارك برنات. بحب مشط حواجبي اول شيء هيك لفوق. اوكي شوي اللون اغمق من ما بدي، سو ما كترت. وانا حواجبي اساسا مايكروبليدد، عملت لهم مايكروبليدينج من فترة سو ما بيلزمون كتير، مشان هيك انا بحب انه ما استعمل لون غامق. هلا صار وقت الاي شادو. اكتر ستيب بحبها بالميك اب هي الاي شادو. للاي شادو جبت هاي الباليت من لوريال اسمها بارادايس. سو في الوان كتير حلوة، حسيت انه في كتير سمر لوكس فينا نعملون بهاي الباليت. بس قبل الاي شادو دايما لازم تعملوا اي شادو برايمر. تحضروا الجفن للاي شادو يا اما ب اي شادو برايمر. انا بالعاده بستعمل اي شادو برايمر بس لانه لوريال ما عندهم اي شادو برايمر رح استعمل الكونسيلر. دايما اكيد دايما فيكم تستعملوا الكونسيلر كبيس قبل ما تحطوا الاي شادو.
بس ما بتحطوا بيس قبل ما تبلشوا بالآي شادو. راح احط نقطة صغيرة هون نقطة صغيرة هون لأنه هذا كتير فول كفرج، وراح أدمجهم بإيدي. أوكي هلأ أنا بعتبر عيوني صاروا جاهزين للآي شادو. راح بلش بترانزيشن شيد. ترانزيشن شيد دائما هو اللون اللي بنحطه بكسرة العين، بيكون شوي أفتح من الألوان اللي راح نستعملهم بعدين. كترانزيشن شيد راح أبلش بهذا اللون، وببرش مثل هاي راح أحطه بالكريس. دائما خدوا وقتكم بالدمج لما تكونوا عم تحطوا آي شادو عشان ما يكون في حواف قاسية، إذا فهمتوا شو قصدي. اوكي رح أعمل نفس الشي طبعا بالعين الثانية. اوكي ترانزيشن شيد از اون. هلا صار وقت نبلش نضيف الالوان الاغمق يلي بدنا نرسم فيها العين. رح اجيب هاي البرش الاصغر ورح استعمل هذا اللون الاغمق شوي، البني الاغمق من اللون اللي استعملته از كترانزيشن شيد، ورح بلش هون بزاوية العين هيك وبلش فوت لجوا. نفس الشيء على تاني عين. هلا رح استعمل هذا اللون ورح مده على كل الجفن المتحرك، ولحتى اعمل هيك رح استعمل هاي الفلات برش اللي شكلها هيك لنشوف شو رح يطلع. طبعا هاي اول مرة انا بستعمل هاي الباليت، سو ان شاء الله يطلع حلو. اوكي شوي اغمق مما توقعت بس عم يندمج بسهولة معي، وهيك مديته على كل العين. هلا رح جرب رتب البرش لانه بالعادة مع هيك كولرز اذا بترتبوا البرش بيعطي اكتر اضاءة او بتشوفوا اللون اكتر على العين. سو خليني اشوف اذا رح يطلع احلى. اوكي شوي احسن بس سو هيك طلع اللون الجفن، بس انا بدي اضيف شوي ضوء اكتر للعين، سو رح روح مع لون شوي افتح يلي هو هاد، شوي بيشبهه لهالكلر بس افتح، وراح احطه بس بنص العين وراح احطه باصبعتي. شوفوا الفرق. سو راح اعمل نفس الشيء على العين الثانية بس بالنص، راح اضيف هذا اللون الافتح. طبعا دايما فيكم تستعملوا اصابعكم خصوصي مع هيك الوان، دفجهم بصير كتير سهل على العين. Yeah, that's it. هلا رح استعمل برش نظيفة بس لحتى ادمجهم مع بعض ويكون اللوك كله مدموج مع بعضه بشكل حلو. ببرش مثل هاي شوي مدورة وصغيرة رح ارجع على الترانزيشن شيد اول لون استعملته وحطه على الجفن المتحرك من تحت. هلا ببرش صغيرة وفلات مثل هاي رح اخذ هذا اللون وحطه تحت الحواجب بس لحتى ضوي المنطقة اللي تحت الحاجب. هلا بنفس البرش رح روح مع هذا الكلر يلي استعملته على الجفن ورح حطه بزاوية العين من جوا. طبعا
لما بتحطوا هيك لون بالزاوية تلاقي من جوا بيضوي العين وبيفتحها وبيعطي لمعة كتير حلوة. الايلاينر كمان جبت هاد من لوريال، كمان انفيلبل. اوكي، هاي اول مرة انا بستعمل هذا الايلاينر، بس كتير حبيته، كتير رفيع. هذا بيسهل رسمة الايلاينر اذا انتم ما كتير شاطرين برسمة الايلاينر. ومن اول سحبة رأسا بيعطي لون واضح وقوي وكتير اسود. اوكي، هلا صار وقت الخطوة اللي انا كتير محمسة لها. هذا المنتج انا كتير بحبه من لوريال، اللي هو هاي الماسكارا لاش باراديس. احسن شي عملوه لوريال بحياتهم بظن. هذا المنتج الرائع، هاي الماسكارا بتجنن، كتير كتير بحبه، ما فيني اعيش بدونه. اوكي، للعيون خالصين، بس في شغله بدي اقولها، انه الكونسيلر مع الباور اللي استعملته ما كتير حبيتهم. هلا انا حبيت الكونسيلر بس الباور ما كتير ثبت منيح. في خطوط ما بعرف اذا عم تشوفوها بلشت تطلع وما صار له على عيوني نص ساعه. يعني الكونسيلر لحاله حلو بس هاي ما بتكفي. لوريال بليز اعملوا لنا لوس باودر لحتى نثبت فيها الكونسيلر. نيكست براونزر. للبراونزر جبت هذا، كمان جبت هذا البراونزر اسمه لومي، فيه شوي جليرر. ما بعرف اذا رح يبين على الوش او لا. انا ما كتير بحب الجليرر، بس ما كتير بحب الجليرر بالبراونزر، بس هذا كان الاونلي اوبشن اللي كان عندهم. رح نستعمله ونشوف. ما عم شوف جليرر على وشي، كأنه بس بالباليت هو. او نو، في بيعطي لمعة، فاذا بتحبوا فيكم تستعملوه، لونه كتير حلو، بس انا ما بحب اللمعة بالبرونزر، ما بصير رح استعمله مرة تانية. شوي دمجه مو كتير سهل، عم بشوف انه كأنه ما عم يعبي منيح، يعني ما بعرف اذا مبين عندكم في فراغات. ما بعرف إذا فيني أنصح بهذا البرونزر، أنا بصراحة ما حبيته. نيكست بلاش رح استعمل هاي، الكولر اسمه بيبي بلاسم، هيك شوي على بينك. أنا مجربتهم هدول البلاشز من قبل، حلوين. هلا صار وقت أكتر أكتر خطوة بحبها بالميكاب، اللي هي هايلايرينج. هايلايرينج جبت، فور هايلايرينج جبت اثنين، هاي الباليت وجبت هذا الليكويد هايلايتر. راح اجرب ليكويد هون والباودر هايلايتر هون. هذا اسمه ترو ماتش لومي جلو نود، وهذا اسمه ترو ماتش لومي جلو امور. راح نشوف اي واحد راح يعطينا اكثر شاين. ميبي هاد بظن راح استعمل هذا اللون. بالبرش راح هون. عملت غلط، على اساس هذا راح يكون للليكويد سايد، بس معلش. اوكي، اعطى شوي على بيربل، كانه بيربل صار على وشي. اوكي، هو بالباليت مبين كتير بينك، على وشي طلع كتير بيربل. That's a no for me. لنشوف الليكويد، هو مبين هيك روز جولد بالعلبة، راح نشوف كيف راح يطلع الوش. راح احط 3 داتس، راح ادمجهم بايدي. هلا هذا اللون احلى، بس ما بعرف اذا حبيته. يا حلو حلو كامو. اذا بدي اختار بين هاد وهاد، اكيد هاد، بس ما بعرف اذا رح ارجع استعمله مره تانية. في عندي كتير هايلايترز ثانيين احلى من هاد بكتير. هذا كتير. هلا صار وقت الليبستيك. جبت لون بحياتي ما تخيلت اني استعمله، يلي هو هاد فوشيا، وكتير كتير كتير مات. ما بعرف وش مي لك، رح نشوف كيف رح يطلع. جبت كمان ليب توبر لانه هذا كتير مات، وانا not a big fan of very matte colors.
سو جبت هذا الليب توبر لحتى نعطيه شوي لمعه اذا حسيت انه بدي احط له لمعه، وجبت هذا الليب لاينر اللي حسيته اقرب لون له. رح نبلش بالليب لاينر. هلا وقت الليكويد ليبستيك، وهذا اسمه انفيلبل برو مات ليكويد ليبستيك. انا كتير مستعمله لوريال ليبستيكس مثل هاي، كتير بحب هاي الابليكيتر. او ماي جاد، هلا انا متفاجئه قديش حبيت هذا اللون. توقعت انه ما حبه على وشي، بس عن جد كتير حلو وبنصحكم تجربوه. كتير رأسا بينشف على الشفايف، سو كونوا جاهزين لهالشي. بس لانه اشتريته لهذا الليب جلاس وبدي جربه، سو رح نشوف شلون رح يطلع هذا اللون مع شوي جلاس. سو هيك شكل اللون قبل وهيك بعد. شو رأيكم؟ حبيت الاثنين، بحس هداك لشي وهاد لشي، يعني شوي عطاه هيك glossiness. عن جد حبيته كتير، كأنه صار عندي new favorite. لحتى ننهي هذا اللوك لازم نثبته، رح استعمل هذا من لوريال setting spray. رح نشوف إذا رح يثبت مزبوط. اوكي، هذا كان اللوك لليوم، بتمنى يكون عجبكم. انا مثل ما قلت لكم كتير بحب الفاونديشن، وعن جد اذا مو مجربينه لازم تجربوه، كتير كتير حلو وكتير منيح. وحبيت كتير هذا الكامبو. انا not a big fan of matte، بحب المات بالشتاء، بالصيف بحب شوي لمعه شوي جلاس، سو كتير حبيت هذا الكامبو. ويا الماسكارا كتير بحبها من زمان، سو إذا مو جربينها كمان لازم تجربوها. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا هاي أول مرة بتحضروني بليز عملوا سبسكرايب لقناتي لحتى تشوفوا الفيديوهات الجاية، أنا بنزل فيديو كل تلاتة وجمعة. وإذا عجبكم الفيديو وعجبكم هذا اللوك حطوا لايك وعملوا شير. وإذا بدكم تشوفوني عم بعمل أي شيء تاني، إذا في شيء مستحضر بدكم يعني جربوا، بليز حطوا كومنت تحت وأنا رح أجرب لكم إياه. Thank you so much for watching my video and I'll see you in the next one. Bye!